في أعين المغرب، وكانوا دائما في أعين جلالة المرحوم الحسن الثاني ومحمد السادس بالنسبة بمثابة قضية مصيرية لتطور ونمو المغرب. فخمسة ملايين مغربي يساهمون بقوة في اقتصاد المغرب، يساهمون بقوة في تشكيل ما يمكن أن نسميه بقوته الناعمة. لا ننسى بأن مغاربة العالم استطاعوا أن يتوصلوا إلى عدة مناصب مهمة داخل بلدان الهجرة. لذلك لا أعتقد أن هذه الغضبة ستذهب هباء منثورا وستعود حليمة إلى عادتها القديمة، لأن لهذه الجالية وسائل إيصال الرسالة من جديد إلى الرأي العام المغربي وإلى جلالة الملك. ومن ثم لا أعتقد بأن ذلك بأن النسيان هو الذي سيكون سيد الموقف، وأن ما كان يتبع كسياسة قبل الخطاب سيعود من جديد. هناك أنا أعتقد بأن هناك منعطف، هناك وعي قوي بأن هذه الجالية يجب التعامل معها بأحسن الوسائل، لأنها عنصر مهم وحيوي في تنمية المغرب، في صورة المغرب، وفي النفوذ السياسي والإعلامي الذي يمكن للمغرب أن يتمتع به في المجتمع الدولي. إذن لا يمكن أن نطبق قاعدة النسيان على هذه السياسة، لأن كل الأضواء الآن مسلطة على هذا الميدان، على مصير هذه الجالية ومشاكل هذه الجالية، وهو شيء جيد بالنسبة لمغاربة العالم.